مرحبا أصدقائي، اليوم مع بعض سنقوم بعمل شوربة العدس. المكونات: كأس عدس، ملح، ملعقة طعام معجون الفلفل، عدد 2 سن ثوم، بصلة متوسطة، ملعقة كوب رز، ملعقة كوب برغل، ملعقة طعام زبدة، ملعقة طعام نعناع مجفف، ملعقة طعام فلفل أحمر مجفف، ولترين من الماء. نقوم بفرم البصل والثوم بواسطة المحضرة. نقوم الآن بوضع الطنجرة على النار ونضع ملعقة طعام زبدة. بعد أن ذابت الزبدة نقوم الآن بإضافة البصل والثوم المفروم. نقوم بتقليبهم مع بعض. نقوم الآن بإضافة ملعقة طعام معجون الفلفل. نقوم بإضافة ملعقة طعام النعناع المجفف وملعقة كوب فلفل أحمر مجفف. الآن نقلبهم مع بعض جيدا. نقوم بإضافة العدس بعد غسله جيدا، ونضيف الرز بعد غسله، وأيضا البرغل. نقوم بتقليبهم مع بعض جيدا. نقوم الآن بإضافة الملح ونقلبهم مع بعض. الآن نقوم بإضافة الماء الساخن. بعد خلطهم مع بعض نقوم بوضع الغطاء ونتركها إلى أن تنضج. هذا هو شكلها النهائي. وأخيرا أحبائي، لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتي.